فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يستدل أو يحتج بعض القبوريين بجواز بناء القبب على القبور بالقبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو أنها محرمة لما رضي الله بها أن تبنى فوق قبر نبيه. لما رضي الله بها، عندك دليل على أن الله راض بها سبحانه؟ تقول على الله ما لا تعلم. هذه القبة بناها السلطان، بناها سلطان من السلاطين المتأخرين، ما بناها بأمر العلماء ولا بمشورة العلماء. وأيضا القبر ما كان في المسجد، كان خارج المسجد لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لأي شيء دفن في بيته ولم يدفن في البقيع؟ لأنه يخشى أن يتخذ مسجدا يعظم، فجعل بين الجدران صيانة له وحماية له في بيته، وبقي في بيته خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان وخلافة عبد الملك بن مروان، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد النبوي، ووسعه من جهة الشرق وأدخل فيه الحجرة النبوية، ولم يكن هذا برضا أهل العلم، إنما هذا تصرف سلطاني، تصرف سلطاني. وهذا مر بكم في تطهير الاعتقاد للشوكاني، مر بكم ذكر الحجرة النبوية وإدخالها في المسجد، مر بكم هذا في تطهير الاعتقاد الذي قرأناه هنا. نعم.